لا تقلقش اصبر شوف دقنا الزقه دقنا هذا شوف اللي كاين هذه إهانة ماهيش قفة رمضان، إهانة للشعب الجزائري، شعب الجندل، إهانة 600,000 خمس سنين ولا ست سنين الشعب كان يديها نورمال عادي، كانت قفة رمضان كانت تتوزع نورمال على الفقراء والمساكين، كي بدات في 600,000 عمبالهم ترفهوا، بداوا يديروا في ابني عمهم وصحابهم ودير الشاك ودير كذا ودير كذا، بصح ما يديروا والو، ما يديروا والو. ربي كاين ديت لا مرتو لا وليدي انا نحب ضحايا كل عام تلقم ضحايا بقى ولادي قاعد كاع ما داوش ضحايا بجندل كامله ما داوش وعلى يعطي فيه بيستو ما كان بيستو هذه وينها لما عوز في عمره 90 سنه يقرص 300 ما يديش كبار السن ما يدوش في عمره 90 سنه يجيب كيلك في البلديه وهذه قفه رمضان ومازال